الله يرحمه زمان القرش بياكل جدته. يا ريتني كنت سمعتك يا حاج، ولا القرش يناش فيك. لا سيبوني انا هفرق نفسي وراه، سيبوني. بعد الشر عليك يا حاجه. الحاج. الحاج انت كويس؟ ايوه الحاج، الحاج اللي بدأش طعم النوم من ساعه ما زعلك، الحاج اللي شاف ايام سودة ساعة ما سبتيه، الحاج اللي ما بطلش يشرب حشيش عشان ينساكي وخلص نص فرش وبرضه مش قادر ينساكي يا غالية، الحاج اللي كنت ما تخلص يا عم خلص، انت هتزيط النار هيطلع، ما تخلينيش اغرقك بجد. سامحيني سامحيني يا غالية. مسامحاك يا حاج، بس برضو يعني ما كانش صح تقليني عليك كده وتخليني افتكر انك غرقت وعمال تعمل زي ما بيقولي برادرم. القرش لسه صاحي انزله؟ لا لا وينهش جتتك. لا وبعدين؟ لا يا حاج لا لا، انا خلاص مسامحاك. طب ايه؟ مش يلا بقى؟ بس ما تفصلش قدام العيال يا ابن الكسيف. ايش النهارده الخميس؟ يلا يلا يلا. يا ولاد بلدنا يوم الخميس ترارة، اكتب كتابي وابقى عريس ترارة، والدواء عامة ترارة، وهتبقى لما ترارة. صايع موت الراجل ده ضلالي. ليه؟ بيشتغل الولية، ما فاهمها ان النهارده الخميس والنهارده اصلا التلات. طب وهي فرق ايه الخميس من التلات؟ الله انت بجد خام قوي كده؟ احساس حلو برضه لما الراجل يعلم الست حاجه كده، اجيبها لها ازاي؟ طبعا انت ما عندكيش اي فكره ايه اللي بيحصل يوم الخميس. لا عارفه، بس اقصد اللي بيتعمل الخميس ممكن يتعمل التلات عادي. انا اتصدمت. طب انت بالنسبه لك يعني اللي بيتعمل يوم الخميس ممكن يتعمل يوم التلات مش كده؟ ممكن يتعمل طول الاسبوع يا سلطان. طب ايه؟ ايه 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 يا سلطان؟ يا ولاد بلدنا يوم التلات تيرارة، نخرب بحيرة نزروط خبات تيرارة. يا ولاد بلدنا يوم